قال عبد قيس ابن خفاف التميمي موصيا ابنه بهذه الأبيات: أجبيل إن أباك كارب يومه، فإذا دعيت إلى العظائم فعجلي. أوصيك إيصاء أمر إن لك ناصح، طبن بريب الدهر غير مغفلي. الله فاتقه وأوف بنذره، وإذا حلفت مماريا فتحللي. الله فاتقه وأوف بنذره، وإذا حلفت مماريا فتحللي. والضيف أكرمه فإن مبيته حق، ولا تك لعنة للنزل. واعلم بأن الضيف مخبر أهله بمبيت ليلته وإن لم يسأل. ودع القوارص للصديق وغيره، كي لا يروك من اللئام العزل. وصل المواصل ما صفى لك وده، واحذر حبال الخائن المتبدل. واترك محل السوء لا تحلل به، وإذا نبى بك منزل فتحولي. دار الهوان لمن رآها داره، أفراحل عنها كمن لم يرحلي. وإذا هممت بأمر شر فاتئد، وإذا هممت بأمر خير فافعلي. وإذا أتتك من العدو قوارص فقرص كذاك ولا تقل لم أفعلي. وإذا افتقرت فلا تكن متخشعا، ترجو الفواضل عند غير المفضل. وإذا لقيت القوم فاضرب فيهم، حتى يروك طلاء أجرب مهملي. واستغن ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. واستأن حلمك في أمورك كلها، وإذا عزمت على الهدى فتوكلي. وإذا تشاجر في فؤادك مرة أمران فاعمد للأعف الأجمل. وإذا لقيت الباهشين إلى الندى، غبرا أكفهم بقاع ممحلي. فأعنهم ويسر بما يسروا به، وإذا هم نزلوا بضنك فانزلي. فأعنهم ويسر بما يسروا به، وإذا هم نزلوا بضنك فانزلي.